اهلا بيكم وحلقه جديده من سلسله حلقات هنفطر النهارده. في حلقه النهارده هنقول طريقه عمل جلاش ميكس الجبن بالفلفل الالوان. اول حاجه المقادير هنجيب لفه جلاش وجبنه شيدر مبشوره، جبنه رومي مبشوره، وجبنه موتزاريلا مبشوره، فلفل الوان احمر واصفر واخضر، زيتون اسود مقطع شرايح، بيضه وكوبايه لبن، زبده وحبه زيت صغيرين، وحبه البركه وسمسم. بالنسبه لطريقه العمل هنحضر صينيه ندهنها بالزبده والزيت، وبعد كده هنبدا نرص الجلاش طبقات فوق بعضها، وهندهن ما بين كل طبقه والتانيه كميه قليله من الزبده والزيت علشان ما تلزقش في بعضها. بعد ما ننتهي من رص نص كمية الجلاش الموجودة هنحط الحشو بتاعنا اللي هو عبارة عن ميكس الجبن وفلفل الألوان والزيتون، وبعدها هنرص فوقيه باقي لفة الجلاش مع الاستمرار في توزيع الزبدة والزيت ما بين الطبقات. بعد كده هنحط على الوش من فوق برضو مسحة زبدة وزيت، وهنحط حبة البركة والسمسم على الطبقة النهائية خالص. وبعد كده هنحضر على جنب في بولة صغيرة البيضة بتاعتنا ورشة الفلفل الأسود والملح وكوباية اللبن، ونضربهم مع بعض كويس ونحطهم في صينية الجلاش، وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، ونسيبها لحد ما يتحول لونها الذهبي، ونتأكد ان هي استوت كويس. نتمنى لك وجبة صحية متكاملة.